السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روشتة الزراعة قبل شراء أضحية العيد. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك، وكل سنة وانتم طيبين. وخليكم معانا نشوف الخبر. تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة روشتة للمواطنين تشمل 12 والنصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية العيد، وهي كالتالي: أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل، أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكون الخالية من الدموع والإفرازات، أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال، أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، أن يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات، أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس نظيف متكامل وغير ناحل وقوي وعند محاولة نزعه باليد، أن يكون الجلد خالي من الجروح والبقع أو التشققات ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول، أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة بل مستقيمة وقوية، أن تكون كل من منظم من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عندما لمسوها، ألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه، أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.